الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، الذي علم القرآن وخلق الإنسان وعلمه البيان، حمدا يوافي نعمه ويدافع نقمه ويكافئ مزيده، والصلاة والسلام على أشرف الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، الذي أرسله ربه رحمة للعالمين وجعله أفصح من نطق بالضاد وأعطاه جوامع الكلم، ففتح الله به قلوبا غلفا وأعينا عميا وأذانا صما. وبعد، حياكم الله أيها الأحبة الكرام، نخبركم أن من الغد إن شاء الله تبارك وتعالى سيكون البدء بانطلاق هذه الدورة المباركة مع المصحف الصوتي لإعراب القرآن الكريم. وطريقة التفاعل أيها الأحبة، كما وعدت أن سيكون هناك تسجيل صوتي حول طريقة التفاعل إن شاء الله تبارك وتعالى في الدورة، فسيكون كالتالي: أول حاجة، اعلموا أيها الأحبة أن هذه الدروس لمن درس شيئا في اللغة العربية، وحبذا لو كان الأجرومية أو شرح الأزهرية أو نظم الشبراوي في النحو وغيره من المتون، من متون اللغة العربية، يعني المتون الميسرة. ليس شرطا أنك أنت تكون متعمق في علم النحو أو في علوم اللغة العربية. لو أنت معاك يعني شيء يسير من النحو درسته قبل كده ما فيش مشاكل إن شاء الله، لأن سيكون هناك أحكام ستتكرر معنا وتزداد قوة بإذن الله تبارك وتعالى في النحو. رقم 2، نسمع الصفحة كاملة بإعراب القرآن الكريم، الصفحة اللي هتنزل بصوتي بإذن الله تبارك وتعالى، بقول يعني أقرأ الكلمة ثم أقول الإعراب الذي في الكلمة بدون شرح، بدون شرح، كما يعني لعل بعضكم استمع إلى يعني إيه إعراب سورة الفاتحة، سيكون على هذا النحو إن شاء الله. رقم 3، يكون الطالب في حال سماعه معه ورقة وقلم ويبدأ يكتب القواعد النحوية من خلال الإعراب. رقم 3، إذا ذكر مثلا في الإعراب فعلا مضارعا يأتي بحكم الفعل المضارع ومتى ينصب ومتى يجزم وهكذا، ثم يتبع باقي الأحكام على هذا النحو. رقم 4، إذا تكرر الحكم الإعرابي في الصفحة لا يذكر مرة أخرى ونكتب سابق نظيره. طيب، ده مثال عملي لعل الكلام النظري ده اللي انا قرأته عليكم الان يعني ايه غير مفهوم. المثال العالي، المثال العملي يتضح الامر ان شاء الله تبارك وتعالى. مثال العملي اللي ايه الاستعاذة، نكتب عنوان طبعا في التعليقات او في ورقة، والورقة تصور وترفع كما الطلاب الذين معنا في شرح الشاطبية او في شرح المتشابهات على هذا النحو. طبعا بنكتب الاسم وحبذا له تاريخ اليوم واسم الدورة واسم الشيخ وهكذا. أعوذ فعل مضارع مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة على آخر. هذا الذي نسمعه إن شاء الله في المقطع الذي سينشر تباعا إن شاء الله تبارك وتعالى صفحة تلو الأخرى. بالله الباء حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب. لفظ الجلالة الله اسم مجرور، طبعا لا نقول الله مجرور، هذا يعني غير جائز ولا يذكر بالله سبحانه وتعالى، ولكن نقول لفظ الجلالة اسم مجرور علامة جرية الكسرة الظاهرة على آخره، والجار والمجرور متعلقان بالفعل أعوذ. من حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب. الشيطان اسم مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، والجار والمجرور متعلقان بالفعل المضارع أعوذ. الرجيم صفة للشيطان مجرورة وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. طيب، إذن أيها الأحبة، هذا الكلام يعني بدون شرح، إعراب للقرآن الكريم بدون إيه؟ بدون شرح، لأن هناك يعني من يتوسع جدا في الشرح ويذكر أحكام الفعل المضارع، وهناك يعني بعض الإعراب يذكر أحكام أو الاختلافات النحوية وهكذا، فالقارئ الكريم عندما يقرأ أو يستمع لمثل هذه الدروس يعني يشعر بالملل، ولكن هذا إعراب ميسر جدا بإذن تبارك وتعالى، المقصود مباشرة أو الإعراب مباشرة من الكلمة القرآنية بدون إيه؟ بدون تطويل أو بدون دخول في خلافات نحوية وهكذا. طيب، نلاحظ هنا أيها الأحبة اختصارا وتلخيصا، وردت أحكام نحوية وستتكرر معنا كثيرا بإذن الله تبارك وتعالى. طيب، أنا كتبت هنا أذكر أحكام الفعل المضارع مع حروف الجر ما الصفة، لعل هذا أغلب ما ورد في الاستعاذة من أحكام نحوية. هنا اللي أنا مظلله هنا بالأصفر ده مضارع، يبقى نجيب أحكام الفعل المضارع، يعني متى ينصب ومتى يجزم
طبعا عارفين الحاجات دي، نواصب الفعل المضارع ونواصب الفعل المجازم ونواصب وجوازم الفعل المضارع، متى يكون مبني ومتى يكون معرب. بنذكر احكام الفعل المضارع جملة. طب نجيبها منين ديت؟ انا موافق انك انت تغش، اكتب في البحث، في البحث ويظهر لك احكام الفعل المضارع، واعمل نسخ ولصق، وان شاء الله مع التكرار، بشرط انك انت تقرا اللي انت ايه اللي انت هتبحث فيه تقراه، لان هيتكرر معانا ان شاء الله في الصفحات القادمه مرارا وتكرارا، فتثبت المعلومات لديك باذن الله تبارك وتعالى. اعمل بحث عن الفعل المضارع واحكامه. طيب رقم 2 بالله، طبعا الباء حرف جر، يبقى ما هي حروف الجر؟ من الى وعن وفي ورب والعاء وعلى والكاف واللام والتاء وهكذا، نجيب حروف الجر، اعمل بحث عنها. طيب لفظ الجلاله الله، طيب هنا فعل، طيب نجيب ايه تاني؟ صفه، صفه. انا مش عايز اكرر يعني ايه نكتفي بثلاث حاجات بس في الاستعاذه. ايه هي الصفه؟ طبعا عارفين ان الصفه تتبع الموصوف ونعطي بعد من عطوه، هذه الامور يبقى نعمل بحث ايه ما الصفه، ايه هي الصفه. يبقى دول ثلاث اسئله بس على الاستعاذه، ان شاء الله تبارك وتعالى ايه يعني ايه يكون هناك استفاضه لهذه الاحكام التي وردت في الاستعاذه. طيب كل صفحه ان شاء الله تبارك وتعالى لعل يكون فيها مثلا ايه خمس احكام، مثلا زي هنا مثلا الاستعاذه ثلاث حاجات، المضارع، الفعل المضارع، حرف الجر، الصف، وهكذا. صفحه في القران الكريم وليكن بدايه البقره سيكون لك مثلا خمس احكام نحويه وهكذا. فان شاء الله بعد ما تتم جزء على هذا النحو سيصير عندك يعني زي ايه ثروة لغوية أو نحوية بمعرفة يعني إيه أكثر الأحكام بإذن الله تبارك وتعالى. طيب إن شاء الله من الغد إن شاء الله تبارك وتعالى اللي هو يوم السبت هنبدأ إن شاء الله تبارك وتعالى بتنزيل صفحات المصحف تباعا، الفاتحة، بداية البقرة، وهكذا بإذن الله تبارك وتعالى. نسأل الله تبارك وتعالى التيسير، اللهم أمين يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.